متابعي قناة تحرير حصة سكور سبور، سعداء بلقائكم وعدد جديد من حصة سكور سبور. هذا العدد سيكون مخصص للحديث عن مدرسة الاتحاد الرياضي للحمادين لكرة القدم لفئة أقل من 13 سنة وتتويجها بدورة المخيم بالدورة الوطنية للمخيم الصيفي لكرة القدم المقامة في الطارف في مدرسة عين العسل. وللحديث أكثر حول كل ما يدور حول شؤون هذا الإنجاز والتتويج سعيد باستضافة رئيس المدرسة السيد خالد نعرورة. أهلا بكم سيدي معنا. أهلا وسهلا. أيضا سعداء بلقائك، أيضا سعداء باستضافة السيد يوسف مسعودي مدرب في هذه المدرسة. أهلا بكم سيدي معنا. بارك الله فيكم. ومدرب لهذه الفئة في هذه المدرسة. أهلا بكم سيدي معنا. بارك الله فيك على الاستضافة هذه. نعم، لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة اللاعب في هذه الفئة في هذه المدرسة اللاعب صلاح الدين نصرات. أهلا بكم سيدي معنا. سأبدأ معكم مباشرة سيد خالد، ندخل في صلب الموضوع. نبذة وكلمة تعريفية بمدرسة الاتحاد الرياضي الحمادي لكرة القدم لفئة أقل من 13 سنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم على الاستضافة. الشكر على واجب. من بقناة التحرير مفتوح لكم في أي وقت. بارك الله فيك. نعطي نبذة يعني موجزة عن الأكاديمية المدرسة هذه. كان من أهداف تأسيس النادي اتحاد الحمادين خلق فضاء لمختلف الفئات العمرية لممارسة النشاط الرياضي. نعم نعم. ووفق طرق وأساليب علمية منظمة وفي ظل غياب مراكز الترفيه. يعني يشغل وقت الشباب لي يعطيك الصحة على الأفات الاجتماعية. نعم. والاهتمام بالفئات. نعم. الصغرى هذه واكتشاف المواهب منذ الصغر. نعم. منذ الصغر ارتأينا أنه ننشئ هذا المشروع. نعم. لكي ومن بين يعني الأهداف اللي سطرناها هي يعني الاهتمام بالفئة هذه. نعم. على الأفات كما قلنا وكذلك في كرة القدم هذه الفئة فئة حساسة. فئة يعني حساسة. نعم. وكذلك يعني من أجل استمرارية الفريق. نعم. من أجل معناها خلق خزان يعني يبقى للفريق، ومن أجل معناها إنشاء حاضنة تاع الفريق يعني. نعم. تكون حاضنة معناها تكون معناها مستمرة. نعم. وتحضن يعني كل أبناء البلد المنطقة. نعم. يعني يكون عندهم كل بصفة خاصة والواد بصفة عامة بصفة عامة ويكون عندهم يعني فرص باش يلتحقوا بهذه الأكاديمية إن شاء الله. نعم. سيد خالد أبقى دائما معكم. هذا النادي حديث النشأة أم عنده مدة يعني؟ حديث النشأة. أسس النادي في سنة 2014 عنده ثمانية سنوات. والأكاديمية. نعم. أسسناها في سنة 2021 يعني منذ عام. نعم. أنتم سيد خالد بحكم أنكم رئيس هذه المدرسة، كيف جاءتكم يعني الفكرة لوضع يعني اللبنة الأولى لتأسيس مثل هكذا مدارس يعني؟ يعني الفكرة الأولى جتنا خاصة في ظل انعدام الإمكانيات يعني. نعم. الفكرة هذه الأولى قلت لك جتنا يعني من أجل إعطاء فرصة للفئات هذه الصغرى. نعم. للالتحاق بالفريق والاهتمام بهم يعني في من الانتشار هذه الآفات الاجتماعية وتكوين يعني خزان للفريق، لأن الفريق حديث النشأة يعني وما عندوش يعني لاعبين من المنطقة يعني. نعم. دائما يعني نعتمد غير على اللاعبين من خارج الولاية ولا. نعم. يعني هذا الشيء اللي خلانا نهتم بهذا الجانب وهذا هو المستقبل يعني. أنا أشوف هذا يعني حتى استثمار يعني. نعم. أن الكرة القدم الحديثة يعني تعتمد على هذه الفئات الصغرى والاستثمار يكون من الفئات الصغرى هذه ويني واكتشاف المواهب ويعني هدف يقال يعني من رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. يعطيك الصحة. نعم. يعني هدف اجتماعي وهدف صحي وهدف. نعم. رياضي وأخلاقي. هدف تربوي. تربوي. نعم. كل شيء. نعم. يعني. يعني الرياضة أخلاق قبل كل شيء. أخلاق قبل ما تكون كل شيء. نعم. بارك الله فيك. نعم. شكرا لكم سيدي على كل هذه التوضيحات. نعم. أعود إليكم الكوتش. قبل الحديث يعني عن التتويج والإنجاز الكبير الذي حققتموه في هذه الدورة، كيف كانت تحضيراتكم لهذه الدورة؟ صراحة التحضيرات كما التحضيرات ثم نعود إلى الإنجاز. التحضيرات كانت كما أي دورة نحضروا لها معنا. يعني تحضير. نعم. نفسي، تحضير بدني، تحضير تقني. صراحة الأولاد كانوا معنا عازمين أن يروحوا لهذه الدورة هذه باش يتوجوا بهذا الشيء. أثبتوا أن اللاعب في الجنوب له إمكانيات. يعطيك الصحة. وصراحة أثبتوا أن كان لاعبين يستحقوا المادة الخام موجودة في كل تراب الجزائر. صح. نعم. كما يقولوا خصصنا حصص تدريبية
بدنية وتقنية، وصراحة وجبت الثمار تاعها. نعم، لا الثمار تاعها رغم الإمكانيات، يعني رغم الإمكانيات البسيطة صراحة. يعني سنعود الإمكانيات يعني بسيطة جدا، مش وزيد كان واحد الحاجة أخرى ثانية، أن الأولاد تاعنا أول خطرة يخرجوا معنا. نعم كانت تجربة جديدة، تجربة جديدة. حاولنا نخص وقت كبير لهالشيء هذا، وين حطوهم عن أن لازم دورة خارج الولاية، أن الأولاد معناها شيء باهباته في مثل خارج ديارهم، يعني على شكل دورات المجمعة ما همش مولفين يعني. هذا صح. نعم. حبينا ندخلهم في الأجواء هذه قدام قبل من نتحرك من من, نعم. من ولاية الواد. نعم. الحمد لله رب العالمين، معناها وفقنا ربي، اجتهدوا الأولاد وكفأهم ربي صراحة. نعم. قبل التفاصيل الحديث عن تفاصيل في هذه الدورة، الدورة انطلقت متى يعني؟ كانت في نهاية شهر جوان أو انطلقت نورمال مو بعد العيد الأضحى أو آخر شهر 28، انطلقت 28 في شهر 28 جوان. نعم. وانتهت بعد 4 أيام، اثنين أوت يعني دامت حوالي شهر وأربعة أيام. لا، 4 أيام. 28 جويلية. أربعة أيام. أنا كنت أعتقد أنها جوان يعني. أربعة أيام. كيف بصفة عامة كوتش يوسف، كيف وجدتم يعني المستوى الدورة بصفة عامة، وما هي أهم الفرق لنفستكم يعني على التتويج بهذه الدورة؟ صراحة الدورة مشت على شرطين، أو صيغة المنافسة في هذه الدورة. صيغة المنافسة كانت على أساس بطولة. نعم. معناها أي فريق يلعب مع الأفريقيا كامل. معناها مثلا مدرستنا هنا لعبت مع الأفريقا كامل. نعم. واللي يحصد النقاط أكثر هو اللي توج بالها البطولة هذه. يعني على شكل بطولة وليس على شكل كأس يعني. على شكل بطولة، لأن المنظم قال معناها طرح الفكرة هذه، قالك ما ماذا بينا معناها كامل أفريقا تلعب مع بعضها. معناها كم عدد الفرق في الدورة يعني؟ 8 أفريقا. مش تكثر. نعم. الاحتكاك مثلاً اتحاد الحمديني يلعب مع جماعة الواد، يلعبوا مع بسكرا، يلعبوا مع بشار، يلعبوا مع كيم العسل، يلعب معناها كيما يقولوا يعني الطريقة، معذرة مقاطعة، الطريقة يعني الطريقة المتخذة في هذه الدورة حتى يعني حتى الفرق كل تقابل بعضها يعني. عاتك صح. هاي حاول منظم الدورة، معناها الهدف نتاعها كيما قالك ما نديرهاش إقصائية، ماذا بيا الناس كل تلعب مع بعضها. ولعبناها في يومين. نعم. اليوم الأول واليوم الثاني. اليوم الثاني توجد به المدرسة نتاعنا. نعم. حصلت المرتبة الأولى. يعني الحصيلة بالأرقام يعني فزتم كم؟ الحصيلة بالأرقام تعدلنا 0-0 مع مدرسة من بشار. نعم. وربحنا أمبيتا 0. كم من مواجهة يعني قم لعبتم؟ قمنا يعني بخمسة مواجهات. نعم. نعم. لأن كان واحد الكيب إن فكرت انسحب في الأخير. نعم نعم. المقابله الاولى لعبنا احنا وبشار، مدرسه من بشار، مدرسه عريقه صراحه من بشار. المقابله المباراه الثانيه لعبنا احنا وفريق من الطارف ثم. نعم. موعد العسل. نعم. ربحنا امبيتا 0. والمقابله الثالثه تضامن البسكري، معناها فريق عريق وفريق مدرسه عريقه، مدرسه معناها تكون في يعني أجيال. دوره من مختلف المناطق يعني. عاتك صح. معناها فيها من الجنوب وفيها من ومقابلة الأخرى الحاسمة معناها لعبنا احنا وعين العسل. نعم. هذيك كما يقولوا تعدلنا احنا والتضامن البسكري. نعم. نفس النقاط وحتى بالأهداف المقبولة والمدفوعة يعني. قادت النتيجة لازم تكون نتيجة عريضة، أن لازم تربح نتيجة عريضة باش تتوج انت بالجولافيراج يعني فارق الأهداف. الحمد لله معناها مشت معنا المباراة والأولاد معناها طبقوا كامل التعليمات وتوجنا بهالبطولة هذه الحمد لله. هنا هذه الطبعة الأولى يعني. الطبعة الأولى هي. نعم الطبعة الأولى. نعم. وهي الدورة هذه كما ما هيش دورة رياضية بحتة. نعم. ده معناها المنظم هذا ارتأني يديرها سياحية وفي نفس الوقت رياضية يعني ترفيهية و... نعم. والحمد لله معناها الأولاد داروا جو عصفورين بحجر يعني ترفيهية و... ترفيهية نعم. ورياضية. نعم. الحمد لله احنا كما نقولوا حتى احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد. الأولاد. نعم. راحوا ترفهوا بعد ضغط عام كامل من الدراسة بعد ضغط. نعم. الحمد لله.
نعم نعم. شكرا كوتش على كل هذه التوضيحات. بالعودة إليكم سيد خالد، الآن يعني بعد هذا التتويج أكيد أن المسؤولية تزداد على عاتقكم، يعني كما يقال الشهية تأتي مع الأكل، وكما يقال أيضا البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها. أنتم الآن في القمة، هل لديكم يعني استراتيجية عمل بحكم أنكم يعني على رأس المدرسة لجعل المدرسة دائما في تقدم يعني وتحقق في المستقبل نتائج مثل هذا أو أفضل؟ يعني بارك الله فيك، نعم ماذا بينا يعني المدرسة تاعنا يعني تكون في أحسن مستوى. نعم. وهذا الشيء اللي نأمل ليه. نعم. ولكن ديما كان في صعوبات وديما. نعم. كان في عراقيل ما يخفاكش مع نقص الإمكانيات ونقص الدعم. نعم. حتى الثقافة يعني تاع المجتمع ما زالت معناها ثقافة يعني سأعود لهذا السؤال في ثقافة يعني من ناحية الثقافة الكروية ناقص مجتمعنا. نعم. كان يعني من يعتقد بأن الرياضة يعني مضيعة للوقت. نعم نعم. ويرى سبل يعني السبل التي تنفع الطفل الا مثلا في حفظ القران او سبل عديده يعني يعني الرياضه هي يعني ماهيش رغم يعني ان القران يعني كلام الله ولا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. بارك الله فيك. يعني نجد كثير من الرياضيين ناجحين، ناجحين يعني في الدراسه، ناجحين في حياتهم اليوميه. نعم. يعني ما كاين حتى مشكل. ان شاء الله نعملوا احنا ان شاء الله باش لان المشروع هذا مازال جديد، وإحنا أصلا معناها ما عندناش خبرات كبيرة يعني في الميدان هذا. ويني عندنا ثاني مشكل آخر، مشكل نقص المؤطرين ونقص المكونين، مع أن البلدة تاعنا معناها تزخر بإطارات في الشباب والرياضة، ولكن للأسف يعني من المنبر هذا إن شاء الله نوجه لهم رسالة أنهم يعاونونا، ونشكر يعني نقدم الشكر يعني لأهل البلدة هذه لأنهم دعمونا بارك الله فيهم ولو بالشيء البسيط، ونسعوا إن شاء الله الأفضل إن شاء الله. نعم سيد خالد، يعني كما يقال كما قلت لك يعني البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها، الآن يعني المسؤولية تزداد على عاتقكم، وهذا يعني يتطلب يعني أموال كثيرة، يعني لا نقول أموال كثيرة ولكن تكون يعني على الأقل في أريحية من ناحية المالية. يعني هل لديكم يعني استراتيجية عمل يعني لجعل المدرسة يعني جيدة من ناحية الأمور المالية؟ يعني استراتيجية يعني مازال ما سطرناش يعني استراتيجية يعني تاع احترافية ولا حاجة، معناها ديما نبقوا هواة ونعطوا فرصة، يعني ماذا بينا نعطوا فرصة يعني للجميع، معناها بإمكانيات بسيطة. يعني الملعب الحمد لله عندنا ملعب، نعطوا فرصة للفئات كل احنا الفئة هذه معناها العام الجاي ممكن تكون تروح للفئة الأعلى منها يعني. نعم. تكون مينين. نعم. راح نزيد نستقبلوا يعني أولاد جدد ونعطيهم فرصة يعني حتى هم باش يتكونوا معانا، وهذه استراتيجيتنا، معنا استراتيجيتنا في الاستمرارية ولو بإمكانيات بسيطة، ونطلب يعني من الناس باش تعاوننا سواء يعني تجار ولا مقاولين ولا رياضيين ولا موظفين مش يعاونونا يعني في المسعى هذا، وين لان يعني مش حاجه سهله. نعم. الاستراتيجيه تاعنا كما قلت لك معناها مازلنا جدد، وان شاء الله نحاولوا انها نتقربوا من ناس اخرين يعني عندهم خبره اكثر منا في الميدان. نعم. سواء في الولايه ولا حتى على المستوى الوطني ولا باش يعاونونا ثاني، ونطلب من السلطات ثاني باش تعاوننا شبيبه والرياضه يعني ولا السلطات المحليه ولا اعلى سلطه في الولايه يعني السيد الوالي، ماذا بينا معناها يهتموا أكثر بهذه. نعم. النشاطات. نعم. على ذكر الأمور المالية سيد خالد، يعني نبقى دائما في نفس السياق، قبل يعني الوصول إلى السلطات العليا ولا رأسها الوالي الولاية، هل بحكم أنكم يعني الحمادية منطقة فلاحية يعني. نعم. هل رسلتم يعني مثلا، هل تواصلتم مع رجال أعمال سواء كانت في الفلاحة أو في الصناعة يعني لتدعيم هذه المدرسة يعني؟ والله الصيغه يعني مدامك يعني ماكش منتخب محترف يعني ما تقدرش يعني تدير اتفاقيات ولا. نعم. يعني القانون ما يسمحش، ولكن يعني تبقى يعني مبادرات يعني لقيتوا الدعم يعني لقينا دعم يعني ودعم الناس يعني قصدنا يعني بعض الناس تجار يعني بارك الله فيهم يعني عاونونا بارك الله فيهم واستحسنوا الفكره، وهي مزاد جديد على كل حال، وإن شاء الله نأمل في المستقبل أن الناس معناها تكون عندها يعني ثقافة وتستوعب الفكرة هذه ويني
وان شاء الله نعم نعم من حسن الى احسن الدعم من حسن الاحسن ان شاء الله. نعم بالنسبه لهذه المدرسه السيد خالد كيفيه يعني حتى نضع المتابع الكريم في الصوره يعني كيفيه الانخراط في هذه المدرسه يعني اللي يرغب في الانخراط يعني حتى بالنسبه للاعوام القادمه يعني احنا من ناحيه الانخراط درناها يعني بالسيليكسيون كما نقولوا احنا بالانتقاء نعم يعني اعطينا فرصه يعني للجميع وتكون تكون على شكل انتقاء يقوموا بالانتقاء هذا من الناس يعني ناس يعني في المجال هذا الرياضي يعني نسات مكونين يعني يشوفوا يعني ينتقوا يعني المهارات والشبان يعني اللي عندهم يعني لمسات رياضيه ومؤخرا يعني هنا في درنا انتقاء وجونا يعني قريب 300 يعني صغير نعم ودرنا الانتقاء تاعنا للموسم الجاي واخترنا منهم يعني 30 وقيلة نعم 30 يعني نعم. هل لديكم سيد خالد هل لديكم مقر للمدرسة يعني عندنا مقر في هذه الأمور مضبوطة يعني الأمور عندكم ما زالت يعني ماهيش مضبوطة يعني 100% ولكن عندنا مقر للنادي نعم. نادي اتحاد الحمدين عندنا مقر نعم عندنا مقر ولكن ما زال يعني ناقصين من ناحية الناحية اللوجستية ناقصين معناها إمكانيات كما يقولون احنا من لي ميكرو اورديناتور الحوايج هذه اللي زعما تخدم بها من الاداره مازال ما عندناش نعم وانا لسه ان شاء الله لوجيستيكيه يعني الامور اللوجيستيكيه مازالت ناقصه الامور الاداريه مازالت ناقصه مازالت فتيه نعم شكرا سيدي كوتش يوسف يعني من خلال تقييمكم يعني بعد ما توجتم بهذه الدوره يعني صراحه يعني عندما تنقلتم الى ليخوض غمار هذه الدورة هل كنتم يعني تتصوروا أنكم راح توجوا بهذه الدورة يعني صراحة ما نكذبش عليك أنا وأن الشهية أتت مع الأكل في الدورة صحيح يعني. كي روحنا كي تنقلنا لولاية الطرف على أساس أن على أساس صراحة أنا كمدرب أي مدرب ديما يسعى للتتويج نعم وكما قلت أنت الشهية أتت مع الأكل نعم شفنا الظروف شفنا الظروف الدورة نعم. ودرت أنا كشخص درت برنامج نعم. برنامج وحدي نعم. ومشت معي الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا المجهود البدني تاع الأولاد عرفنا كيفاش نموتيفو الأولاد معناها نشجعوا الأولاد على أن يحفزوا الأولاد باه يبذلوا مجهودات أكثر والحمد لله رب العالمين توجت مجهوداتنا ما راحتش مجهودات تاعنا صراحه الاولاد داروا مجهودات رغم التعب رغم السفر عناء السفر لكن داروا رحتوا برا او عن طريق الجو لا رحنا برا نعم يعني الحمد لله توجت بمجهودات جباره من اللاعبين صراحه نعم الحمد لله يا رب نعم الحمد لله كوتش يوسف بانكم يعني من اهل الاختصاص لما شفتم يعني المستوى تاع الدوره بصفه عامه يعني خاصه في هذه الفئه فئه اقل من 13 سنه اكيد انكم يعني شفتوا العديد من الايجابيات والعديد يعني من النقائص في هذه الفئه كيف يعني تجدون يعني الايجابيات والنقائص في فئه اقل من 13 سنه ما هي يعني اهم مميزات لاعب الجزائري عندما يكون في فئه مثل هكذا يعني صراحه سلبيات وايجابيات صراحه يعني. من ايجابيات الفئه هذه انها فئه عفويه نعم صراحه اي نصيحه او اي كما يقولوا من ناحيه التقنيه يعمل بها يعني. تمد له نصيحه يعمل بها نعم من جانب السلبي صراحه يعني جات صحره صراحه جانب السلبي مزات فينا كما يقولوا بالعاميه مزات فينا شويه نيه نعم هي في اللعب صراحه الحمد لله نيه هذيك نيه هذه الشيء هذا وني الحمد لله اعطانا واحد الصوره في ولايه الطرف ان اي مكان نروحوا له يقولوا لهم رانا من واتسو يرحبوا بنا نعم الحمد لله الاولاد ما تعبوناش من جانب التنظيمي من جانب الشيخ راهي منطقه ساحليه معناها البحر ما تعبوناش صراحه الحمد لله بالنسبه للجانب التقني وجانب الجانب التكتيكي اللاعبين تاعنا صراحة كانوا مميزين حتى مش غير اللاعبين تاع الفريق الحمدين حتى يعني اللاعب الجزائري في هذه الفئة بصفة عامة في كل مدارس يعني ماذا التمستم يعني إيجابيات وسلبيات يعني إيجابيات كان مواهب لو كان تلقى تأطير فقط تريد كما يقولوا تروح بعيد من جميع المدارس صراحة مش غير من جا مدرسة البشار مدرسة وكانت تختلف يختلفوا اللاعبين
حتى في الجانب التقني يختلف اللاعبين. نعم. ماهي مش كما اللاعبين تاع تعني الواد كما تاع البسكره كيما معناها كان اختلاف اختلاف يعفى غير اللي كاين تشوف تشوف. نعم. كاين مثلا جهه اللاعبين صراحه اللاعبين تاعنا الواد احنا نعتمد على الجانب البدني اكثر. شفت في جماعة بسكرة لاعبين تقنيين معناها يعتمد. نعم. على المهارات المهارات الفردية. نعم. كيف بشار كيف نعم. معناها هذه كما يقولوا استخلصت الفكرة هذه ما شعرك فيش الفروقات تعتمد على التدريب. نعم. كل لاعب من كل مدرسة تدرب أكثر من مدرسة تطور أكثر. نعم. الفئة هذه والحمد لله احنا رانا ورحنا انا كمدرب اكتشفت عدة امور في هذه الدوره والحمد لله احنا ماذا بينا رانا ما زلنا نتعلم احنا رانا مدربين ما زلنا نتعلم كما اللاعب يتنقل من فئه لفئه ويتعلم اكثر كيف المدرب من دوره لدوره ولا من منافسه لمنافسه راهو يحصد في المعلومات ويحصد في الاشياء الايجابيه كما يقولوا يحاول يطور الأشياء السلبية صحح السلبية يحاول كما قلت الشيخ صحح. نعم. صلاح الدين يعني ندخلك في النقاش معنا يعني ما نقاش الكلمة الرئيس والمدرب ولا المدرب فقط ما هي الفرق يعني صلاح الدين اللي عجبتك في هذه الدورة يعني أول السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة فرق الله تعالى. كلها سمحة كلها لا مش كلها سمحة لابد كان فرق سمحة وكان فرق ما كان فرق سمحة وكان فرق يعني الفرق اللي أثارت إعجابك بشدة يعني ولقيتوا معهم صعوبة باش ربحتوها يعني ما ربحتوهاش بسهولة يعني كان نوع فريق عين العسل عين العسل فريق المضيف يعني عين العسل اللي ربحنا في النهائي خمسة سما هذا صعيب وخمسة ولا سهلين كيفاه كان كيف حتى اتحاد التضامن البسكري صعيبة وساعدنا معهم واحد أيوة وحتى هي ربي بارك وربي زيدها إن شاء الله إن شاء الله في أي منصب تلعب وسط الميدان دفاعي أم هجومي أو دفاعي ذو نزعة هجومية الاثنين نعم متعدد بوليفالون متعدد المناصب يعني على المستوى الوطني يعني الفريق اللي تشجعه يعني ولا ما تشوفش البطوله الوطنيه خلاص كاين بطولات اخرى لا قبل ما نروح الاوروبيه الوطنيه ولا ما تشوفش الوطنيه خلاص لا نزيد نشوف بطوليه وكخرجات اخرى ان شاء الله نربحوا فيها مش بالذرع بسبب لا مش 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 على مستواكم في على مستوى الرابطه المحترفه الاولى في الجزائر الفرق يعني الفريق في الجزائر اللي تشجع اللي الجزائر اتحاد الجزائر شباب شبيبه القبائل شباب شجع الفريق شباب بلوزداد بلوزداد ايوه من بكري ولا كي ادى البطوله ثلاث مرات ورا بعضها لا من تعرفت عليك انت ونيرا صار هاي اسمها مناصر حديث ايوه ماكش قديم في المناصره لا مش قديم جيد شكرا صلاح الدين بالعودة إليكم بريزيدون يعني الآن بحكم أنكم يعني رئيس بريزيدون مدرسة الاتحاد الرياضي الحمادين لفئة أقل من 13 سنة هل لديكم يعني تنسيق يعني مع بقية الرؤساء المدارس إذا كانوا يعني في الواد لتطوير يعني وإعطاء فرصة للاعب السوفي أكثر يعني أكيد أن الواد فهم مدارس يعني أكيد أنكم تنسقوا مع رؤساء مدارس آخرين يعني في هذا المجال يعني عندنا اتصالات مع بعض الرؤساء يعني حتى يعني تستفيدوا من أخطاء ومتجارب بعضكم أكيد يعني. نعم ولكن يعني في الجانب التنظيمي مازال يعني حتى نظموا دورات نظمنا دورات محلية وطنية نعم يعني كان الاتصال كان مدرسة ترجي الرياضي حاسي خليفة ترجي الرياضي حاسي خليفة يعني هم اللي زعما مولفين ننظموا مع بعضنا نعم. ونديروا توأم أما بالنسبة في باقي الولاية ما كانش عندنا اتصال يعني نتصلوا بمسؤولين هذه الأكاديميات باش يشاركوا معنا في الدورات هذه نعم. فقط يعني نعم. نعطوهم دعوة أنهم يجوا يشاركوا معنا وفي التنظيم يعني احنا رانا جدد نعم وكان مدرسة ترجي هذه هي اللي رانا لحد الآن رانا يعني متفاهمين معهم ورانا يعني نديروا توأمة معهم بش نظموا مع بعضنا يعني نعم أما في سؤالك معناها التنسيق من
يعني من اجل يعني المواهب او شيء من ذلك. مازال يعني مازال يعني التنسيق في المستقبل مثلا لو يكون التنسيق سواء على مستوى مدارس على مستوى ولايه الوادة وحتى على مستوى جنوب الشرق يعني حتى يعني ورقلة بسكرة يعني الاستفادة حتى يعني من أكيد خبرات يعني رانا نسعى ورانا يعني ديما في اتصالات ورانا نسعى يعني الاكتساب يعني اصدقاء عبر الوطن ورؤساء يعني عبر الوطن ونسعى نأمل للشيء هذا ويني ونتبادل يعني الأفكار ونتبادل يعني المشاريع يكون احتكاك يعني بين المدارس. أنا نسعى للشيء هذا وين إن شاء الله في المستقبل لأن نعم. مازلنا جد مازال أنا نهيكله في رواحنا مازال نعم نعم مازال. بالنسبة للفئة الأقل من 13 سنة سيد الرئيس يعني دورة مثل هكذا أكيد يعني تكتشفوا فيها مواهب، هل لديك يعني استراتيجية لتسويق لاعبين مثلا حتى للقسم الثاني مثلا في الفئة الصغرى في القسم الثاني في الفئة الصغرى كتمهيد يعني لانتقال لاعب ممكن حتى للرابطة المحترف الأولى معنا فرق في الفريق في الكاتيجوري مع التي عصار مثلا؟ والله هذا من بين الأهداف يعني اللي نسعولها إن شاء الله. مثلا لاعب من هذه الدورة قادر مثلا يروح مثلا ناخذ مثال فرق في القسم الثاني اتحاد حراج رائد القبه في الفئات الصغرى صغرى تاعو وهذه الفرق يعني على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر يعني. هذه قلت لك من بين الاهداف اللي رانا ان شاء الله نسعى لتحقيقها وهذا تقدر تقول حلم يعني يعني هذا راه حلمنا يعني المدرسه جديده ولكن معناها الامور هذه سيد دخل معذره مقاطعه يعني الامور هذه بالتواصل يعني حتى مع الإداريين في العاصمة يعني قادر لاعب مثلا يروح يدير دي تيست في العاصمة ممكن يقبلوه يعني أكيد سبحان الله. وأخذ مثال بوداوي يعني بوداوي لما أتى يعني أتى من بشار دار تجارب في نادي براد وتم قبوله ومن بعد يعني ولا في الأكابر تاع براد والفريق الوطني ثم إلى نادي نيس. أنا بالنسبة لي كرئيس أو بالنسبة يعني المسيرين تاع الأكاديمية هذه رانا نحلم بالشيء هذا ماذا بينا وهذا رو يعني إنجاز كن يعني نوصل رو إنجاز عظيم ولكن يعني ديما ممكن يعني نتلقوا صعوبات يعني سيرتو من ناحية الأولياء وكعرف لأن يعني الثقافة كما قلت لك معناها كاين اللي ما يتقبلوش هذا الشيء يعني ربما يعني كاين مواهب وكاين كل شيء بصح كاين ربما تتصطدم بالصعوبات هذه لأن كاين أولياء يقول لك أنا ما حتى تجي فرص يعني الأولاد نتاعهم يقول لك أنا ما نبعث شيء للولد تاعي ما مش حاجة سهلة ولكن نسعى إن شاء الله بإذن الله باش نكرسوا الثقافة هذه وين في المجتمع وإن شاء الله يوفقنا ربي ولما لا يعني في المستقبل صحيح أنه هذا الكلام سابق الأوان ولما لا في المستقبل تعود أكاديمية مثل أكاديمية برادو يعني لما لا ولما لا نعم برادو يعني الآن أثبتت نجاح يعني هو أصبح برادو أصبحت أكاديمية برادو أصبحت خزان المنتخب الوطني الجزائري نعم ما كانش حاجة مستحيلة سبحان الله ما كانش حاجة مستحيلة وإن شاء الله لا أملوا يعني نسيروا في الخطى هذه ونتاع برادو نعم أو في أكاديميات أخرى يعني لأنه مع ضعف الرياضات الجماعية الأخرى كرة السلة كرة الطائرة كرة اليد هناك الكثير يقول لك يعني لو كانت عندنا أكاديمية بارادو في كرة الطائرة أو السلة واليد يعني الرياضات الجماعية تتحسن تتحسن أكثر يعني. أنا بارادو صراحة يعني خير الدين زطش يعني يجب أن أقولها صراحة يقوم بعمل كبير في هذه الأكاديمية يعني أكاديمية رغم أنها حديثة النشأة ولكن يعني ما شاء الله ساهمت يعني حققت تعتبر الآن خزان المنتخب الوطني الجزائري الوطني يعني. وحتى منتخبات يعني وحتى لفرق أخرى في الرابطة المحترفة الأولى يعني, يعني يرجع ذا لي يرجع لها ثاني بالفائدة حتى يعني نعم نعم حتى بالفائدة المالية يعني المالية تسويق يعني. اللاعبين نعم نعم بارك الله فيك نعم إن شاء الله نأمل أن إن شاء الله يتحقق الحلم إن شاء الله أي رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة, بخطوة بارك الله حتى فيك. لو عدنا مثلا المثال تاعنا برد وبدت بفكرة يعني فكرة هي نعم. أفكار يعني وقادرة تنجح المهم يعني تكون يعني تكافل الجهود تظل رجال مخلصة يعني و بارك الله فيك نعم الوصول إن شاء الله يعني إلى مسعاكم يعني إن شاء الله بإذن الله نعم كوتش يعني على ذكر ما قاله الرئيس السيد خالد دائما الأولياء يعني لديهم فكرة أنه السبل مثلا عندما يكون ولده يعني منخرط في نادي في كرة القدم يشوفها مضيعة الوقت يعني كما قلنا يعني مثلا يشوف ولده وانا يقول لك انا ولدي في الصيف في العطلة تاع الصيف مثلا يدخل مثلا مدرسة قرآنية او مثلا يدخل نشاطات اخرى يعني من ناحية العلمية هكذا يشوف يعني كرة القدم مضيعة الوقت يعني صحيح أنه الطفل حفظ القرآن هذا شيء واجب وكلام الله يعني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام الله كلام حق ولكن يعني حتى الرياضة هي وسيلة من الوسائل اللي تشغل الطفل عن الآفات الاجتماعية خاصة في زمن الموبقات اللي رانا فيه الآن
كيف ترى يعني هذا التوجه من الأولياء؟ يعني صراحة صراحة كما قلت ممكن شاركنا الشيخ خالد قال واحد الكلمة قال كاين بعض الصعوبات نعم. لكن لكن لو كان الولي لو كان يلقى ناس كما ناس طيبة في المدرسة هذه من اللي شادين يعني ممكن يشوف كيشوف الثمار تاع المدرسة هذه يبدا يتشجع نعم. الحمد لله احنا أوعدنا صلاح الدين أو حافظ 15 ولا 16 نعم. حزب نعم هي صراحة وزيد حاجة أخرى تحفز الولي أن يجيب لك ولده يجيب لك ولده بيده معناه أنك يلقى المؤطرين يحثوا اللاعبين اللي عندهم يحفظوا القرآن نعم. يبعدوا عن المجالس اللي يعني يشوف ولده من حسن إلى أحسن يعني. نعم. الحمد لله يعني مؤخرا أمس أو أمس درنا كما يقولوا درنا ريسبسيو أو درنا استقبال احتفالية بسيطة الحمد لله الأولياء كامل جو جو الأولية درنا استدعاء هذا ما يدل أن الفكرة يعني الفكرة ما تبدأ يعني تبدأ يعني الفكرة نعم بشوي بشوي يعني استجابوا للفكرة يعني لقد صدى عندهم استحسنوا الفكرة نعم وزيد حاجة أخرى لقوا تغيير في الولد نتاعنا صراحة جوني بعض الأولياء ممكن ما جوش للشيخ خالد جوني بعض الأولياء يقول لك ولدي تغير حتى نتائجه تحسنت نلاحظ فيهم تغير نتائج تاع نتائج الدراسية تحسنت نتائجه هو معناها هو كشخص تحسن معناها ممكن كان مهمل ممكن كان كذا احنا رانا نتعبوا رانا نتعب معهم حتى بالجانب الأسرة ديما نحاولوا نقولوا تونسيو بابا كتونسيو ماما كتونسيو أخو كتونسيو الخوك الأصغر منك معناها نحاولوا تسعوا للتربية قبل هي راهي تربية احنا الحمد لله احنا رانا كنا متطوعين شيخ خالد متطوع شيخ مسعودي متطوع شيخ هارون متطوع ناس كل متطوعة على أساس باش نديروا قاعدة صحيحة اللاعب اذا ما نجحش رياضيا ينجح في الحياه تاعه نعم ما مش شرط ان لازم حتى ينجح كما يقولوا ينجح مثلا ينجح رياضيا باش يروح مثلا يروح على الاقل يربح يعني جسم هكا يعني عقل سليم جسم سليم مش لازم يدير كما يقال مش لازم يدير كارير يعني مش لازم يدير مسيره يعني في الرياضه تكون ويكون شاب نافع في المجتمع في المستقبل نعم. شاب نافع من احنا الحمد لله انا راني من 2008 ولا من 2007 في المجال التدريب دربت لاعبين الحمد لله لحد الان كان العاد اب يقولوا لي انا كوتش انا الشيخ انا كذا الحمد لله هذه نعمه ربي والاباء حاليا راهم تقريبا ممكن الشيخ خالد يوميا يرن الموبايل نتاعها يوميا قالوا راني حاب ندخل الولد نتاعي راني لقيت فيكم معناها بادرة خير راني لقيت فيكم كذا كيف البورتابل تاعي صراحه ما يحبسش قالوا راني حاب لولدي قالوا راني كذا قالوا عندنا معناها العدد رايح يتزايد احنا عدنا خايفين عشان كما يقولوا نقول الواحد لا ولا حاجه ولا يمكن حتى نقاطعك يوسف حتى لاحظنا حتى الرغبه يعني الرغبه عند الاطفال رغبه شديده ومعناها وسائل التواصل الاجتماعي ثاني حتى هي يعني عندها تاثير يفجر طاقاته يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والدور الاعلامي اللي يقوموا به الجماعه يعني حتى الاكاديميه عندها صدى كبير ولاحظنا رغبة شديدة من الأطفال يعني للانضمام للأكاديمية نعم. يعني ما شاء الله يعني نعم وهذه الله يجعلها ميزان حسناتكم يعني رب نعم كوتش يوسف العودة إليكم هناك يعني ظاهرة عند الأولياء مثلا كنت تطرقت لها في العديد من الحصص من أعداد حصة سكور سبور لما يهز مثلا البلتان تاع الكشف النقاط تاع ولده مثلا بغض النظر على المعدل اللي جاب لما يشوف يعني يعطي نظرة على النقاط لما مثلا يلقى نقطة الرياضة نقطة جيدة ونقاط مثلا رياضيات أو المواد الأساسية فرنسية عربية يعني متوسطة أو ضعيفة هذه يعني اللقطة هذه اللقطة كيف يقولوا اللقطة هذه ما تثيرش يعني الإعجاب تاع الأب يعني يركز فقط على المواد الأساسية صحيح أن المواد الأساسية مهمة في النجاح ولكن حتى الرياضة مثلا قادر ولدك ضعيف في بعض المواد ولكن في الرياضة متفوق هذه الأولياء ما يلوش اهتمام بهذا الأمر يعني ويستخفوا بهذا الأمر كيف ترى هذا الطرح يعني؟ صراحه هي من جانبين من جانب المؤسسه نعم من جانب الولي المؤسسه مش لازم في الرياضه حتى في الفنون حتى في الرسم صح حتى صح تجد مثلا التلميذ نقطه الرسم والرياضه نقطه جيده ونقاط النقاط الاخرى يعني متوسطه او ضعيفه هذا الامر يعني ما يلقاش استحسان من الاب يعني او الولي الاولياء بصفه عامه اب او الام اي صراحه بعض الاولياء مانيش عارف كاين الاولياء صراحه يكتشفوا مواهب تاع كما قلت الشيخ ممكن 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 في الرياضه كان العدد كبير نعم. ممكن في الفنون ممكن في الرسم ممكن في الخط
كاين بعض الاولياء صراحه يكتشف المواهب ويطور من الموهبه تاع الولد تاعك. كاين اولياء ما كيما قلت مامي ولدي جاب 12 13 مويا تاع تنقل من سنه للسنه الثانيه مثلا من سنه الثالثه خلاص ما يهمش في يتبع مثلا يدقق في الاشياء هذه. وين ممكن ولد راه عنده موهبه ما على بلش مخفيه وما على بلش بها وزيد على واش كما قالك الشيخ الاباء حاليا راهم يجيبوا في اولادهم للمدارس هاي مدارس ممكن مدارس المدارس الخاصه لان المسؤولين عن المدارس هذه يكتشفوا المواهب سواء مواهب رسم او رياضه او اي شيء او فن او اي شيء نعم ساعدوهم على اكتشاف المواهب الا اذا يكون اب ذكي ما اذا كي يقدر يقرا بين الخطوط باللي راه ولده. كان واحد العام قصة هذه واحد العام كان ولي كان ولي حتى وعي الولي يساهم في اكتشاف موهبة الرياضة لهذا الطفل ولي يجي يتفرج على ولده في يلعب ممكن تفاجأ به صراحة شاف ولدك في الشلعب قال لي يا ولدي صار ولدي راه يلعب ما على بلاش باللي راه ولدي راه موهوب أنا في لعبة كرة قدم والحمد من ثم صراحة الولي تاعره وحالين ولو أنه صراحة أن سيد خالد يعني ممكن في بعض الجانب الجوانب يعني نلتمس العذر يعني للولي حتى الجانب المادي يعني لما يكون الولي يعني يسعى لجلب المادة يعني وضمان القوت لعياله يعني لما ممكن الإنسان في كاين عائلات لما تكون في بحبوحة مالية تكتشف مثل هكذا مواهب ولكن لما يعود معنى الأسرة على قد حالها يعني الشيء هذا ممكن يأخر أو أحيانا لا يكتشف حتى الموهبة ممكن كما قلت الشيخ ما ممكن لا يؤدي لاكتشاف الموهبة العائلة عبء المصاريف ممكن جدا يتغاضى شوي ما مش يتغاضى ممكن ما يكونش ما تجيش أهمية ما تجيش الأهمية هذه مش يكتشف حتى الظروف المادية للعائلات تغير مسار يعني دور كبير تلعب دور كبير يعني تفضل كوتشو هذه المواهب صراحة المواهب كيفاش دبلت المواهب خاصة في ولاية الواد صراحة أنا راني أستاذ تربية بدنية ورياضية مازلت بطال للرياضات الرياضة المدرسية قبل كنا نلعب في الرياضة المدرسية ممكن حتى كنت الشيخ ممكن الشيخ الرياضة المدرسية كانت خزانة الأفريقيا في الولاية من اي رياضه فرديه او رياضه جماعيه حتى في السابق يعني كان اكتشاف الموهبه في الرياضه المدرسيه ثم ينتقل للرياضه العسكريه ثم الفريق في الثمانينات والثسبعينات المواهب كثيره في العاب قوى كانت سياسه منتهجه يعني حاليا الرياضه المدرسيه راهي منعدمه ما كانش الرياضه المدرسيه سواء في الابتدائي ولا في الابتدائي نقولوا ما كانش ممكن في المتوسط عنده ساعتين يلعبها ساعتين ترفيه هنا عندنا ترفيه مش ينحي العبء هذاك تاع الدراسه ينحي العبء كذا حتى الحجم الساعي يعني لما نشوف يعني الحجم الساعي تاع في المدرسه الابتدائيه تاع المواد ما كانش حيز للرياضه يعني احيانا المعلم يخرجهمش اصلا للرياضه يعني حاليا صراحه رانا نسعى كاساتذه السبور ومن المنبر هذا نحاول نقولوا كما يقولوا الناس اللي شاده هذه الرياضه حاولوا يديروا استاذ تربيه بدنيه ورياضيه في الابتدائي تخصص في الابتدائي غايب تخصص تربيه يعني بدنيه ورياضيه في الابتدائي اول حاجه يتطور ذهن الولد لان الرياضه راهي تطور نعم قال مش عارف وحده كاين البلد دار تجربه سحبت الرياضه من 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 التجربه بين شهرين ثلاثة شهور ولا مش عارف نص عام داروا سحبوا النتائج تراجعت خمول نتائج المواد الاخرى في المواد الاخرى تراجعت عرفوا باللي راه كان اهميه كبيره للرياضه في 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 المؤسسات كبيره وكبيره جدا هي تطول لان كان ضغط دراسه وضغط الجانب النفسي وحتى صراحه يعني حتى في التعليم يعني من اللبنه الاولى على مستوى ابتدائي معنا لما تروح مثلا اوروبا او دول يعني على مستوى كل العالم تلقى اخصائيين نفسيين على المستوى الابتدائي صح. يعني يكتشف الموهبه للطفل يساعده نفسيا كل واحد يعني ظروفه في العائله احنا تلقى الطفل مسكين مثلا احنا انا كمدرس يعني انا مدرس في الابتدائي الله يبارك فيك احنا مثلا لما جينا ورقه الاسامي تاع التلاميذ اسم ولقب ما نعرفوش الحاله العائليه تاع التلميذ قادر او يتيم قادر او مع زوجة اب قادر ماهوش يعني قادر ماهوش بين ام وباباه يعني احنا نعود نعامله يعني في التلاميذ كان بين مط واحد وهذا خطا كبير ممكن ياثر حتى على اكتشاف الموهبه او يعني السلوك الطفل بصفه عامه نفسيا يعني. تتاثر نعم تتاثر نفسيا لو كان مثلا كما قلت الشيخ كان
الاب الام تاع منفصلين، كان الاب تاع متوفي، كان معناها لو لازم تكون في ورقه الاسماء تاع التلاميذ يعني الحاله العائليه، اهم شيء يعني باه الاستاذ ولا باه المدرس هذا يعرف كيش يتعامل مع كيش يتعامل مع سواء في المواد تاع الرياضه ولا في اي مواد اخرى. نعم نعم. سيد خالد، يعني تتمه الحديث الكوتش الكوتش يوسف، اني ظهرت مؤخرا ما يسمى برياض الكيدز على مستوى المدارس الابتدائيه، رياض الكيدز، يعني الشيء الغريب ممكن يعني توافقني الراي سيد خالد، غياب التاطير على مستوى الابتدائي، معنى التخصص لا يوجد على مستوى الابتدائي. في اوروبا مثلا كما كنا نتكلموا في الكواليس، في اوروبا يتم اكتشاف يعني اللبنه الاولى الموهبه في الموهبه الرياضه لدى الطفل في سن يعني الخامسه السادسه، سن مبكر عندما يكون على مستوى الابتدائي. هنا مثلا تجد الطفل يصل الى مثلا 13 سنه 12 سنه على المستوى الاجمالي، وبش يتم اكتشاف الموهبه، يعني تفوت اشياء كثيره في الرياضه اللي يحبها الطفل. غياب التخصص على مستوى الابتدائي وغياب المنشآت على مستوى الابتدائي، مثلا المنشآت على مستوى المدارس الابتدائيه في الرياضه غائب تماما. كيف يعني كيف طار هذا الطرح يعني رياضه الكيدس مع غياب التخصص على المستوى الابتدائي ومع غياب يعني المنشآت الرياضيه على مستوى المدارس الابتدائيه؟ والله من الجانب هذا يعني النقص هذا ما نقدرش نقول لك انا يعني لا مش لا 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 الحلول، ولكن يعني كيف ترى هذا الطرح؟ هل هو يعني معقول؟ هل هو رياضة يعني ناخروها يعني حتى نوفروا الامكانيات؟ يعني امر غريب يعني اكيد مش معقول وامر يعني غريب، ويعني لازم يعني اهتمام بهذه الفئه يعني في الابتدائي، يعني اعطاها يعني اهتمام كبير من ناحيه الرياضه، لان العقل السليم في الجسم السليم. الرياضه يعني مهمه جدا حتى من الجانب النفسي كما قلت للطفل الصغير، وهو من خلالها يفجر الطاقات تاعه والمواهب تاعه ويتم اكتشافها يعني بكل بساطه. وإن شاء الله نتمنى من المسؤولين أنهم يعني يزيدوا وحتى تتمت لحديثك حتى على مستوى رياض الكيدس على مستوى المدارس الابتدائية، مثلا لو نأخذ مثال مثلا في بلاد من البلاد الأوروبية، مثلا أي بلد أوروبي حتى ثقافته مش كيف ثقافتنا. أكيد مثلا المرأة على مستوى الابتدائي مثلا في الدول الأوروبية تجد مثلا تلبس سيرفات، تدخل مثلا تتدرب تلمي، هنا للثقافة والعرف يعني ما أمور يعني غريبة، يعني مجتمع أشياء في المجتمعات الأوروبية تطبق يعني على المجتمعات العربية المسلمة، يعني أشياء غريبة يعني صراحة، خاصة يعني وأنا مثلا الطور الابتدائي 80% من الطور الابتدائي نساء يعني معلمات، يعني مش معلمين، يعني هذيك ترجع يعني أمر غريب حقا، يعني والله أمر يعني صراحة يعني ما عنده حتى تفسير يعني صراحة. ترجع يعني على الأقل إكمالي وثانوي كان هناك نسبة رجال يعني لا بأس بها على المستوى الإكمالي والثانوي، بينما على المستوى الابتدائي أمر غريب يعني. ترجع يعني للعادات، يعني ربما العادات تاعنا مش حترمي بكل صراحه يعني مش يعني مش استاذ اني حتلبس سيرفات وتدخل تدرب الاطفال، يعني فرض التخصص في الابتدائي امر لا ما فرمنا لازم مشينا يعني اطارات راهي يعني في البطاله وراهي يسموا فيه. نعم من الاحسن انهم يوظفوهم، وهذا يعني شيء مش صعيب يعني كما يقال احنا في لغتنا بالدرجه، يعني جبنا الحصيره قبل الجامع كمان. يعني احنا مازلنا ما بنيناش الجامع وفركتوا على الافرشه تاع الجامع، يعني احنا ما حطيناش لبنه الاولى لانجاح رياضه الكيدز، ونحوسوا ان رياضه الكيدز تنجح، يعني امر غريب حقا والله. كوتش شكرا بريزيدون. كوتش يعني بالنسبه لكم شخصيا، يعني هل لديكم طموح يعني للحصول على شهادة تدريبيه للوصول الى القسم الثاني هواة او القسم الاول؟ يعني ما يبقاش طموحكم يعني في محلي يعني او في اقسام سفلى يعني؟ صراحة الشهادات موجودة. نعم. حاليا راني متحصل على ليسونس تربية بدنية ورياضية. نعم. متحصل على شهادة فاف ان فاف تروا كاف سي، ما شاء الله. معناها ممكن كان مدربين حاليا في الفئات الكبرى ما عندهمش الشهادات. نعم. صراحة انا كي كان مدربين في الرابطة الأولى يسيروا في فرق من المدرجات، يعني انا صراحة ما الجو تاع الفئات الكبرى ما خرجش عليا صراحة، ما نكبش عليك. نعم. نقول فيها ونعاود فيها، لقيت راحتي مع الأولاد، راحة تاعي لقيتها مع الأولاد،
الفكر الفكر لان لان لان, لأن تدريب يعني كوتش يعني كوتش يوسف مكون وليس يعني مكون فورماتور ماهوش يعني مدرب يعني لان لا. لان صراحه دربت حتى سنيور يعني وصلت حتى دربت حتى سنيور لكن انت ما عجبنيش الجو صراحه جو شوي هكا جو الرياضه في جو الرياضه في الفئات الكبرى ماهوش كما الجو في الفئات الصغرى نعم الحمد لله لقيت راحتي هبطت صراحه والان جاتني عروض لكن انت رفضت رغم انا من بطاله كما قال الشيخ لكن رفضت ليه لاني عارف ما نقدرش نقدم عارف روحي ما نقدرش نمد لهم البليز هبطت اسمها هبطت الفئه هذه لقيت نسات كما الشيخ خالد كما الشيخ عبد الكريم كما الشيخ حسين نذكروا من هذا بامبر ونشكروه على المجهودات اللي يبذل فيها لقيت نسات ربي يبارك معناها محيطين بي ومعاونوني باي حاجه نعم باش نواصلوا ان شاء الله اللي ملا اللي ملا تشوفوا الكوتش يوسف السعودي في نعم تجي فرص ان شاء الله الاول ولا لما نعم لما لا نعم شكرا كوتش بالعوده اليكم صلاح الدين بالنسبه على المستوى العالمي يعني وش الفرق يعني اللي تعجبك على المستوى الاوروبي اوروبي كان فرق ريال مدريد اكيد ريال مدريد عرفتك حتقول لي ريال مدريد ولا كي ربحت البارح على سوبر لا مش ولا من بكري ولا كي عاد تربح حتى تدي في رابطه ابطال اوروبا عاد تشجعها ولا من بكري لا من بكري وفي الفريق الوطني لاعبك المفضل لا مفضل الفريق الوطني محرز بلايلي ومحرز بلايلي ومحرز وفي على المستوى الاوروبي على المستوى العالمي لاعبك المفضل بنزيما بنزيما وفي المنتخب الوطني اللي على مستوى العالمي اللي تشجعه بعد المنتخب الجزائري فريق وطني فريق وطني كان مش نادي على مستوى العالم فريق وطني اللي يعجبك على مستوى العالم كان فريق شكلوا البرازيل البرازيل ايوه كان الناس كل تشتي البرازيل كان حتى من بكري الارجنتين شوي الارجنتين في اوروبا ما يعجبك حتى فريق من نفسيات اوروبا بس هذه اللي كيف هذه السمحه بالنسبه لك انت كلاعب قلت لي انت وسط ميدان دفاعي وش المراكز يعني اللي ما غير هالمركز هذا وش المراكز اللي تلقى فيهم راحتك يعني ما غير المركز هذا كمركز ايش يقولوا له دفاعي اقوش ادر ظهير ايمن ظهير ايمن ولا ظهير ايسر وانت تلعب بالرجل اليمنى او اليسرى مليح اي يمنى وظهير ايمن عندك نزعه هجوميه ولا تكتفي بالدفاع برك يا اول مره ولا مليوتيرا في جهتك يعاونك هذاك يعني اول مره تذكرت نلعب جناح ذات جناح ايمن جناح ايمن لا سمى جناح ايمن ماكش ظهير ايمن ظهير ايمن او مدافع ايمن معناه انت رقم سبعة جناح ايمن انت ايه بعدك جيت وسط مدافع من بعد وسط ميدان دفاعي ايوه شكرا صلاح الدين بريزيدون صراحة يعني لو بعد ما حكينا يعني على المدرسة على الاتحاد الرياضي الحمادين كيف جتكم الفكرة يعني أكيد أنه أي فكرة لديها يعني شرارة تاعها كيف جتكم يعني الفكرة باش تكونتوا مدرسة كيما هكا والله الفكرة كانت فكرة جماعية يعني جماعية يعني هل الفكرة هذه من مدة وجسدوها حاليا ولا تزيد لما لم يطل كثيرا يعني عندها مدة كان عندها مدة منذ نشأة الفريق وخاتي تأخرت شوي نعم نظرا لظروف معينة يعني نعم وكان الفضل يعني الجماعة يوسف وعبد الكريم اللي هما يعني ثنيتهم يعني شجعونا وباش يعني نشكلوا الأكاديمية هذه ويني نعم بريزيدون يعني ونحن في نهاية هذا العدد من حصة تذكر سبور كلمة يعني لكل محبي كرة القدم في الواد بصفة عامة وكلمة يعني لأشبالكم يعني الفئة أقل من 13 سنة في مدرسة اتحاد الرياضي الحمادين بصفة خاصة كلمة يعني المحبين الرياضة نقول لهم يعني ماذا بيكم الرياضة تكون أخلاق ماذا بينا يعني نطوروا من الرياضة أخلاق أو لا تكون أو لا تكون ماذا بينا الرياضة في الولاية تاعنا تتطور أحسن للأفضل ماذا بينا نهتم ونعطوا الأولوية للأولاد تاعنا يعني نلاحظ في الفرق يعني أغلبية الفرق يعتمدوا على لاعبين من خارج الولاية نعم يعني نقول من الأفضل أنهم يعطوا الاهتمام أكبر للاعبين تاعنا يعني تاع الولاية تاعنا أما بالنسبة للأشبال تاعي نشكرهم على التتويج هذا اللي جابوه ونطلب منهم أنهم يحبوا الفريق نتاعهم ويدافعوا على الألوان نتاعه وما يستسلموش يعني ويكون يعني إن شاء الله نتمنى لهم مشوار يعني ناجح دراسي ورياضي إن شاء الله
توفيق. نعم شكرا بريزيدون. كوتش يعني كلمة أيضا لأشبالك ولممارسي رياضة في الواد كرة قدم يعني بصفة عامة في الواد وفي الحمادين بصفة خاصة. صراحة كلمة للناس المسؤولة عن الرياضة في ولاية الواد يحاولوا يلتفوا حول الفئة العمرية، لأن الفئة العمرية صراحة مهمشة. الفئة ديما احنا اهتمامنا ديما بالفئات الكبرى، ولو في الجزائر فئات كل مهمشة الاعتناء كل بس فئة الأكبر يعني. بفئة الأكبر نعم. نحاول المسؤول الأول على الرياضة يحاول يهتم بأبسط الأشياء، أبسط الأشياء تمشي الفئة الصغرى، ما تحتاجش معناها حاجة كبيرة، حاجة بسيطة جدا قليلة من الاهتمام فقط راح تمشي الأمور. والكلمة اللاعبين نتاعنا، اللاعبين الاتحاد الحمدي المدرسة هذه، نشكرهم على المجهودات اللي بذلوها. نعم. نشكرهم على الأمور اللي صنعوها في ولاية الطارف. نعم. وقبل ولاية الطارف. نعم. ونشكر كامل اللي ساندونا صراحة من أهل البلدة الحبيبة، نشكرهم شكرا جزيلا. نشكر نعم. الأولياء اللي داروا فينا الثقة. نعم. لأن مش سهل الشيخ، حتى كنت طولت عليك شوية. نعم. مش سهل أن ولي يمدلك ولده عمره 12 سنة ولا 11 سنة ولا 10 سنين. نعم. تروح به المنطقة الساحلية، منطقة فيها البحر، مش سهل. نعم. واحد من الناس ودي صعيبة شوية باش يعني الثقة هذه وسام على صدركم يعني. الحمد لله. نعم. هذه صراحة الصراحة اللي خلتنا نخدموا أكثر، اللي خلتنا نحبوا العمل هذا أكثر، وخلتكم تكونوا عند حسن الثقة يعني. الحمد لله. الحمد لله. نعم. صراحة. نعم. اللهم لك الحمد. ونشكرك انت الشيخ. عفوا. شكرا على واجب. ومنبر قناه التحرير مفتوح لكم في كل وقت. صراحه شرف لينا انا تعرفنا عليك. الشرف لي. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. انا فاتت حصه ما شاء الله مفتوح لينا منبر قناه التحرير يعني اي انجاز رانا مره نرحب بكم يعني ونسعوا باش نوصلوا صوتكم يعني. ونشكر الشيخ عزيز بنوة. نعم. صاحبنا. تفضلوا يعني لو تعطونا اسماء على جنود الخفاء في هذه المدرسه يعني حتى لا نهضم حقهم يعني. صاحبنا هذا من غردية، عزيز بنوة، صحفي. نعم. ضيف من ولايه غردية صراحه. عاوننا بال. نعم. حتى الامين المال السيد هارون. امين مال هارون. نعم. هارون كله. نعم. كان يتكلم ساعتين ثلاثه من لازم حصص يعني. لازمته حصص. ونشكر اي واحد دار فينا الثقه. نعم. نشكر الشيخ من بعيد الشيخ خالد هو اللي دار فينا الثقه. نشكر صلاح الدين صراحه عاوننا البريزيدون خالد الاب الروحي يعني. الأب الروحي يعني. نشكر الشيخ، نشكر الولد هذا وني صراحه. نعم. ولد معناه عاوني ياسر في. نعم. في هذه الفئه عاوني معناه، لان ديما لو كان تلقى لاعب كل فئه تلقى فيها لاعب يعاونك، مثلا يعاونك على. نعم. كيفاش يديرجي معاك، كيفاش يعاونك. نعم. كيفاش يقف معاك. وزيد نشكر العائله نتاعي صراحه. نعم. العائله نتاعي الكبرى والصغرى اللي هيئت لي كل الظروف يعني. اللي هيئت لي كل الظروف ان وصبرت معايا صراحه. نعم. صبر وراء الكبير غالي. الله يحفظهم. بارك الله فيك انت. نعم. ثانيا وثالثا ورابعا صراحه. شكرا على واجب. الله مرحبا بكم كل وقت. شكرا. ايضا اشكر صلاح الدين نصرات لاعب في فريق الاتحاد الرياضي للحمادين لفئه اقل من 13 سنه كره القدم. يعني صلاح الدين كلمه لزملائك يعني في الفريق يعني. كانوا زملائي هم ان يلعبوا في نادي الاكاديمي. يشوف فيك ولا ما يشوفش فيك يعني. اكيد بعد حيشوفوها مسجله الحلقه. صح. لازم اكاديمي الاتحاد الرياضي بالحمدين. نشكر كل الاصدقاء اللي راحوا معنا ولايه الطرف. نعم. واللي لعبوا بهذه المجهودات كبيره. نعم. نشكرهم على كل التعب اللي تعبوه. ونشكر كل الشيوخ اللي دارين. نعم. الله يعافيك. ونقول لهم ان شاء الله كما قالوهم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله. مرحبا بك أيضا، شرفنا بحضورك صلاح الدين. في نهاية هذا العدد من حصة سكور سبور لا يساعدني إلا أشكر السيد خالد نعرورة رئيس مدرسة الاتحاد الرياضي الحمادية كرة القدم فئة أقل من 13 سنة. شكر لكم سيدي على قبولكم دعوتنا. بارك الله فيك. نعم. إن شاء الله. نعم. لا شكر على واجب. ثاني أشكركم إن شاء الله. نعم. لا شكر على واجب. أيضا أشكر المدرب في مدرسة الاتحاد الرياضي الحمادية لفئة أقل من 13 سنة الكوتش يوسف مسعودي. شكرا لكم سيدي على حضوركم معنا. العفو شيخ. بارك الله فيك وربي يجازيكم إن شاء الله. نعم. على الاستضافة. نعم. الله يكثر من أمثالكم إن شاء الله. نعم. أجمعين إن شاء الله. أيضا أشكر اللاعب في مدرسة الاتحاد الرياضي الحمادي لفئة أقل من 13 سنة صلاح الدين نصرات. شكرا صلاح على قبولك دعوتنا.
شكرا ممكن. صلاح شكرا نعم العفو. قبل الختام فقط متابعي قناة تحرير حصة سكور سبور أذكر فقط أنه في غضون اليومين الماضيين كانت هناك قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في صيغتها الجديدة لموسم 2000 في صيغتها لهذا الموسم 2022-2023. بالنسبة لدور أبطال إفريقيا ممثلة الكرة القدم الجزائرية وفاق شبيبة القبائل وشباب الوزداد، بالنسبة لشبيبة القبائل ستواجه في الدور التمهيدي الأول فريق كازاسبور من السنغال، شباب الوزداد سيواجه في الدور التمهيدي الأول فريق رانجرز السيراليوني. لقاءات الشبيبة ستلعب لقاء الذهاب خارج الديار والعودة في تيزي وزو، كذلك الحال بالنسبة لشباب بالوزداد، اللقاء الأول خارج ديار في سيراليون واللقاء العودة في الجزائر. لقاءات الذهاب للدور التمهيدي الأول ستكون في الفترة بين 9 و11 سبتمبر، ولقاءات العودة في الفترة بين 16 و18 سبتمبر. في حالة إذا تأهل شبيبة القبائل إلى الدور التمهيدي الثاني سيواجه المتأهل من المقابلة المزدوجة بين فريقي أسكاكارا من توغو ونواديبو من موريتانيا، طبعا مقابلة بصيغة الذهاب والإياب. شباب الوزداد إذا تأهل أمام ممثل سيراليون فريق رونجرز سيواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل من لقاء الذهاب والإياب بين فريق جوري باباماكو المالي ومونغومو من غينيا الاستوائية. بالنسبة للمسابقة الثانية مسابقة كأس الكونفدرالية، شبيبة الثورة واتحاد الجزائر ممثلة كرة القدم الجزائرية في هذه المنافسة معفيان من خوض غمار الدور التمهيدي الأول سيواجهان في الدور التمهيدي الثاني. بالنسبة لاتحاد الجزائر المتأهل من نادي سيكا من الطوغو ونادي أفسي ميلو من غينيا، وشبيبة الثورة تواجه الفائز من نادي ليسكر من ليبيريا وفريق غانوا من كوديفوار. لقاءات الذهاب للدور التمهيدي الثاني بين 7 و9 أكتوبر، ولقاءات العودة بين 14 و16 أكتوبر القادم إن شاء الله. أيضا في اليومين الماضيين أقيمت سحبة رزنامة بطولة القسم الوطني الثاني هواد بمجموعتيها وسط شرق ووسط غرب. بالنسبة لممثل كرة القدم في ولاية الواد الاتحاد السوفي الذي ينتمي إلى مجموعة وسط شرق، في أول جولة سيتنقل إلى اتحاد الشوية، ثم في الجولة الثانية يستقبل حمرة عنابة، ويختم مقابلاته في مرحلة الذهاب باستضافته لفريق جمعية الخروب. مجموعة شرق ومجموعة وسط غرب ووسط شرق ب15 جولة ذهاب و15 جولة الإياب، يعني 30 جولة، ويصعد الفريق الأول والثاني في كل مجموعة إلى القسم الوطني الأول. بالنسبة أيضا اتحاد السوفي بمدرب جديد وهو رضا بندريس المدرب السابق واللاعب السابق لفريق وفاق سطيف خلفا للمدرب القدير فتحي عبيد الذي نتمنى له التوفيق في كل مساره التدريبي. أيضا اليوم على المستوى العربي تم فسخ بالتراضي عقد المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش مع الجامعة الملكية المغربية. وحيد الذي تولى زمام المنتخب المغربي من شهر أوت 2019 إلى هذا الشهر، أي مدة 3 سنوات. أيضا أذكر البارحة كانت هناك مقابلة السوبر الأوروبي بين فريق ريال مدريد وأنترخ فرانكفورت الألماني، وانتهت بفوز النادي الملكي ريال مدريد بثنائية نظيفة، وهو التتويج الخامس لريال المدريد في بكأس السوبر الأوروبي بعد تتويج سنوات 2002 و2014 و2016 و2017، وهو بذلك يعادل رقم برشلونة وأسي ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني وأسي ميلان الإيطالي بتتويج بهذه الكأس في 5 مناسبات. أيضا متابعي قناة تحرير حصة سكور سبور إلى عدد آخر من حصة سكور سبور، هذا بشير مساوي يحييكم، تحية خاصة للمخرج فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.